يا مساء الفل والحب والجمال على كل مستمع الراديو 90-90. هكون معاكم رانيا عادل ولمدة ساعتين من دلوقتي، كل يوم اتنين من 9 لـ11 في برنامجكو قعدة مزاج. وقعدتنا هتكون قعدة مختلفة، والنهاردة أول حلقة في برنامجنا هيكون معانا فقرتين. أول فقرة هتكون محطة الأحلام، ودي هنتكلم فيها عن كل حاجة تخص أحلامنا في مراحل عمرنا المختلفة، وهيكون معانا موضوع معين هنتناقش فيه كل حلقة. كمان هيكون معانا فقرة خلي السعادة عادة، ودي اللي هنتكلم فيها في كل حاجة تخص السعادة، وهنعرف إزاي السعادة تكون حاجة أساسية في حياتنا، وهنتعرف كمان على شعوب وعادات ليهم جديدة ولايف ستايل تاني مختلف عشان نعرف السعادة هما بيعيشوها إزاي. 199 ده رقم الاسم اس بتاعنا، و 2 18 10 866 ده رقمنا، وصفحتنا على الفيسبوك صفحة الراديو 90-90. تعالوا نطلع نسمع أول أغنية معانا النهاردة وهرجع لكم تاني، استنوني. اوقات يا دنيا معاكي بعيش، وساعات ما بفهمكيش وانتي ولا فهماني. اوقات بحس ان انا مجروح، عايش حلاوة روح ودمعتي محوطاني. صابر عاللي بيجراري، وانتي لا ليك يا عزيز ولا غالي. لسه مكملة معاكم على الراديو 90-90 هواها مصري رانيا عادل وقعدة مزاج. قبل الفاصل كنا بنتكلم ان كل واحد فينا وهو صغير بيكون ليه حلم وبيتغير اول لما يكبر. دلوقتي جه معايد فقرتنا خلي السعادة عادة. زي ما كلنا عارفين ان السعادة نسبية، بتختلف من شخص للتاني، كل واحد سعادته مختلفة عن التاني. في اللي سعادته في فنجان قهوة او في قعدة صحاب او انه يسافر او اي حاجة تانية بتسعده، وفي بلاد سعادتها بتكون في اللايف ستايل بتاعها، زي مثلا الولايات المتحدة الأمريكية بيشتغلوا 5 أيام في الأسبوع، لكن لازم في الويك إند بتاعهم كل واحد يعمل الحاجة اللي بتبسطه أو بتسعده. كمان عندنا في الإمارات انتخبوا وزير للسعادة. وزير السعادة ده بيكون كل مهامه إن هو إزاي يفكر إنه يعمل حاجات تبسط الناس، زي مثلا مهرجانات أو احتفالات في المناسبات بتاعتهم، أو إن هو يوزع ورود على الناس في الشوارع، يعني بيحاول ان هو يبسط الناس باي طريقه. اكيد كل واحد فينا ليه حاجه بتبسطه، انا عايز اعرف منكم كل واحد ايه الحاجه اللي بتبسطه. تعالوا نروح كده للفان بيج ونشوف اول كومنت معانا من مي. مي بتقول انا اكتر حاجه بتسعدني ان انا اعمل شوبينج. كمان احمد بيقول انا اكتر حاجه بتسعدني ان انا اشرب فنجان القهوه الصبح او اقعد مع اصحابي اول لما يكون عندي اجازه. 199 ده رقم الاس ام اس، و 2 18 10 866 ده رقمنا، وصفحتنا على الفيسبوك صفحة الراديو 90-90، والهاشتاج قعدة مزاج على تويتر. تعالوا نطلع نسمع عمرو دياب وهرجع لكم تاني، استنوني. بنرتاح واحنا في بعدنا، حبايب ايه حبايب مين، عشان الشكل مضطرين نكمل في حضن الإيد ونتبسم قصاد الناس، عشان ما نهزش الصورة، عشان يتصدق الإحساس، بنمشي الإيد في حضن الإيد. ولسه مكملة معاكم على الراديو 90-90 في قعدة مزاج رانيا عادل. قبل الفاصل كنا بنتكلم في فقرة محطة الأحلام، وكنت بعرف منكو إيه الحلم اللي اتغير من وانت صغير عن لما كبرت. دلوقتي جه معادنا وفقرة خلي السعادة عادة. فخلي السعادة عادة، زي ما كلنا عارفين ان السعادة نسبية، بتختلف من شخص للتاني،
كل شخص فيه حاجة معينة هي اللي بتسعده، واحد فنجان قهوة، واحد انه يسمع موسيقى او يسافر او يشوف حد غالي عليه، كل واحد فينا بيختلف عن التاني. كمان جايبالكو في بلاد بتختلف وبيكون اللايف ستايل بتاعها هو الحاجة اللي بتسعدها. عندكم مثلا الولايات المتحدة الأمريكية بيشتغلوا 5 أيام في الأسبوع، لكن لازم في الويك إند اليوم أو اليومين دول يخرجوا وكل واحد يعمل الحاجة اللي هو بيحبها. كمان لو رحنا للإمارات هنلاقي إن في الإمارات انتخبوا وزير للسعادة. وزير السعادة ده كل مهامه إن هو يحاول إزاي يبسط الناس، يعمل لهم احتفالات في المناسبات بتاعتهم أو يوزع ورود على الناس أو يعمل أي حاجة تبسط الناس. يعني في كل مكان في كل حاجة بنتفق إن السعادة لازم تكون حاجة أساسية. لو كل واحد فينا فكر يعمل الحاجة اللي بتبسطه أكيد هنكون كلنا مبسوطين. أنا عايز أعرف إيه الحاجة اللي بتبسط كل واحد فينا، ابعتولي على الفان بيج. تعالوا نروح كده للفان بيج ونشوف آراء الناس. أول كومنت معايا من ريهام، وريهام بتقول أنا أكتر حاجة بتبسطني إن أنا أعمل شوبينج. كمان محمد بيقول أنا أكتر حاجة بتبسطني إني أنا أخرج مع أصحابي وأشرب فنجان القهوة الصبح. طبعا كل واحد في حاجة بتبسطه غير التاني. 199 9 ده رقم الأسم أس، و218 10 8 66 ده رقمنا وصفحتنا على الفيسبوك صفحة الراديو 9090 والهاشتاج قعدة مزاج. تعالوا نطلع نسمع منير وهرجع لكم تاني، استنوني. أول خيوط الفرحة راحة تمس الروح، والضحكة دي حتلقاها جنبك منين ما تفرح بالحياة. الحياة فرحانة بينا، الحياة عايشة لنا واحنا كل يوم فرحة في ايدينا. تفرح بالحياة، الحياة فرحانة بينا، عيش لنا واحنا كل يوم فرحة في ايدينا. وقت حلقتنا انتهى، كنت مبسوطة وسعيدة معاكم قوي النهاردة على الراديو 9090 في قعدة مزاج مع رانيا عادل. استنوني قبل دلوقتي بساعتين كل يوم 2 من 9 ل 11 في نفس الميعاد. دقايق وهتكون معاكم شريهان الجهري وبرنامج هي. تصبحوا على ألف خير، باي باي.